دلوقتي هندخل على الـ Voltage Regulation للـ Parallel Transformer. احنا اتكلمنا في الأول على الـ Individual Case إن الـ ABC شايف المحول لحاله. في حتة الـ Parallel Transformer هو في المانيوال في الأول مد الـ Conditions لحالة الـ Parallel Transformer نفس الـ Ratio نفس الـ Percentage Impedance، وبعد كده مدي الطريقتين المستخدمين في اي ريلي بيتحكم فيه اللود تابت شينجر، الطريقتين المستخدمين للتحكم في حاله البر ترانسفورمر اللي هي الماستر والسليف والرياكتيف. هو مش مستخدم الماستر والسليف، فاحنا كده مش هنشرحها، بس هو مدي الفيتشرز بتاعتها، بس الخواص بتاعتها انه لازم تكون في الماستر والسليف، لازم يكون كل التابات معروفه، لازم يكون كل التابات معروفه، وبيقول وان ماستر كنترول ذا ريسيت، يعني هو بياخد واحد وهو اللي بيتحكم فيه الباقي، وهو قايل من الاول من طريقه قليله الاستخدام. الطريقه الاكثر شيوعا هي الرياكتيف سيركيوليتنج كارنت. الرياكتيف سيركيوليتنج كارنت بيستخدم الرياكتيف كارنت السيركيوليتنج ما بين المحولين عشان يعمل تعديل للسيت بوينت، لجهد السيت بوينت زي ما هنشوف، وبالتالي ايه عمل كومبنسيشن لموضوع السيركيوليتنج كارنت اللي ماشي بين المحولين. السيركيوليتنج كارنت اللي ماشي بين المحولين ده ناتج عن اختلاف التاب في كل محول، يعني في محول على تاب غير التاني، فهننتج ما بين الاثنين سيركيوليتنج كارنت. هو بقى مستخدم السيركيوليتنج كارنت ده عشان يعدل من الاستراتيجيه بتاعته، بيعدل في السيت بوينت بحيث انه يعمل كومبنسيشن للسيركيوليتنج كارنت ده، عايز يعمله مينيمايز، لان السيركيوليتنج كارنت زي ما هنشوف بايه بيسبب باور لوسز على المحول. هنا مش لازم اكون عارف التاب في طريقه الرياكتيف باور، وفي نفس الكلام وفي نفس الوقت لازم يكون في سي تي بيقيس لي الكرنت السيركيوليتنج بين المحولين، اللي هو السي تي في كل محول، اللي هو السي تي ده والسي تي ده. السي تي هات دي زي ما هنشوف في الشرح كمان شويه، البرايمري بتاعها طبعا محطوط على كل محول، بس السكندري متوصل على بعضه، السكندري بتاع الاثنين متوصلين على بعض. لو عايزين نفهم الرياكتيف باور كومبنسيشن ده بطريقه مستفاضه شويه، احنا الاول عايزين نعرف المشكلة. فهناخد مثال للموضوع. انا دلوقتي عندي محولين 115 كيلو و 13 و 8، هما الاتنين بيغذوا اللودز دي عن طريق الباس سيكشن ده. فهنعتبر ان المحولين الباس سيكشن مقفول والاتنين بيغذوا اللودز دي. الاثنين بيغذوا اللودز. ففي الحاله العاديه انه الاثنين على نفس التابع، لو المحولين على نفس التابع خلاص، يعني مفيش اي فرق في الجهد ما بين المحولين، فمفيش تيار ماشي ما بين الاثنين، فيعتبر الاثنين كل ايه يعني اللودز ده متقسم بالنص على الاثنين، مفيش واحد حمل على الثاني يعني بمعنى تاني. فالايه كل محول بيغذي نص الاحمال. الفكره السيناريو اللي احنا عايزين نمشي فيه ان اللودز دي زادت، فبالتالي حصل فولتج دروب على الباس بار. الفولتج دروب على الباس بار هيخلي ال ال تي سي كنترول في كل محول تشتغل. الفكره انه الحاله اللي ال تي سي في محول سبقت الثاني، بمعنى انه لو حصل ان الجهد ده قل، بالتالي انا لازم اعمل ايه؟ لازم اعلى بالتابع. هعلى بيها بعد وقت معين زي ما شرحنا في السيتنج. لو في محول من الاثنين الوقت بتاعه اسرع من الثاني، الوقت بتاعه اسرع من الثاني، لان الاثنين ما بيكونوش ايدنتيكال يعني بنسبه 100%. المهم لو محول فيهم اشتغل، لو في لود تاب تشينجر بتاع محول اشتغلت قبل الثاني، معنى كده ايه؟ ان خلاص هتعدل الجهد، هترجعه ثاني 13 و8، بس دلوقتي ايه؟ في فرق تابع ما بين ده وده، لان ده ما لحقش يشتغل، ده اللي اشتغل قبل ده. ده اللي اشتغل الاول، فده ما لحقش يشتغل. فاصبح اول حاجه في فرق تاب. لو الموضوع ده اتكرر بعد كده وحصل نفس الكلام، وبرده المحول ده اللود تاب تشينجر بتاع المحول ده هو اللي اشتغل، بقى دلوقتي بقى مثلا فرق تابتين، بعد كده بقى هيبقى فرق ثلاثه، فرق التاب الواحده معناه في فرق جهد ما بين المحولين، لان كل تاب بجهد مختلف. يعني لما اعلى او اقل معناه ان انا غيرت في الجهد بتاع السكندري بتاع المحول، تمام؟ رغم ان الجهد بتاع اللود ثابت، يعني انا في الحالات اللي احنا بنتكلم عليها سواء في تغيير التابات، جهد اللودز ما فيش فيها مشكله، لان اللودز الجهد بتاعه خلاص ثابت، لما غيرت التاب الجهد ثابت. بس انا بتكلم دلوقتي على المحولين ما بينهم وبين بعضهم. لو غيرت فيه تاب
بتاع محول والتاني التاني فضل ثابت، معنى كده ان في فرق وجود ما بين الاثنين، معنى كده ان هيمشي تيار ما بين الاثنين، هيمشي تيار ما بين الاثنين. اهو شايفين ده على تابة وده على تابة تاني، تمام. هو هنا طبعا بيحسبها بالحسابات ان فرق التابة الواحدة بيساوي مثلا الرقم ده باليونت، فهو بيحسب لي فرق الجهد بتاع فرق التابة، يعني الفولتج ديفرنس دلوقتي ما بين السكندري في المحولين، ما بين السكندري في المحولين، ونتج طبعا بعد بقى طلع ويدخل مع الامبيدنس بتاعت الترانسفورمر، نتج الاي سيركيوليتنج، نتج التيار اللي ماشي، لقينا ايه؟ ان هو ايه؟ رياكتيف، بيور رياكتيف. طيب السيركيوليتنج كارنت اللي نتج ده تاثيره ايه؟ هو دلوقتي زي ما قلنا اللودز بتاعت الفولتج بتاع اللود ثابت ومفيش فيه مشكله، انما السيركيوليتنج كارنت ده اثر ان بقى فيه لوسز، الرياكتيف بقى فيه رياكتيف باور لوسز نتيجة السيركيوليتنج كارنت ده اهو اللي ماشي ما بين الاثنين، فبقى في يعني تقريبا كده في محول بيحمل على التاني بنسبة، في محول بيحمل على التاني بنسبة، فاللوسز زادت، اللوسز زادت. هو ده كده اهو الترانسفورمر ده، هو لو كان امبالانس، لو كان الاثنين مفيش فرق، مفيش سيركيوليتنج والاثنين على نفس التابة، خلاص هما الاثنين دي في حالة الامبالانس. طب في لا، كل واحد فيهم هيروح بحيث ان الاثنين يكون في فرق ما بينهم في الرياكتيف، في الرياكتيف باور نتيجه التيار اللي ماشي، نتيجه التيار اللي ماشي. دي المشكله. يبقى المشكله تعرفها ان نتيجه التغيير في التابت شنجر، ان في تابت شنجر اسرع من الثاني حتى لو الاثنين ايدنتيكال، سببت لي ان في سيركيوليتنج ماشي ما بين التيارين. السيركيوليتنج ده رياكتيف، رياكتيف سيركيوليتنج ناتج عن فرق التبادل زي ما قلنا، بيسبب لي رياكتيف باور لوسز، الضرر بتاعه ان هو بيسبب لي رياكتيف باور لوسز. طيب دي المشكله ازاي تتعالج، او ازاي الريلي بيعالج المشكله دي؟ عن طريق المحولين اللي الاثنين سي تي اللي احنا اتكلمنا عليهم، اللي هم موجودين في المانيوال، اللي هم دول، اللي هم دول. الاثنين دول بيعملوا ايه بقى؟ الاثنين دول زي ما قلنا البرايمري بتاعهم على كل محول، والسكندري بتاعهم شابك في بعضه، سيريز اهو. السكندري بتاعهم شابك في بعضه. هو انا بسميه البالانسر. طيب نروح للرسمه اوضح شويه، الرسمه الفنيه متلعبكه بس هنوضحها. ده المحول الاول وده المحول الثاني، تمام. ده الريلي، نعتبر ان ده الزف بتاع المحول الاول وده الزف بتاع المحول الثاني. الاثنين المحولين اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي هم دول الكي 11 والكي 12، تمام. الاثنين دول البرايمري بتاعهم واخد من ايه؟ من المحول، والسكندري شابك بعضه، السكندري اهو نازل، تمام. في الحالة العادية مفيش التيارات بتاعت البرايمري واحدة، فالتيارات بتاعت السكندري واحدة، يعني مفيش امبالانس، مفيش اي امبالانس، اللي هو الاي بي، الاي بي ده اللي هو التيار من غير امبالانس، الاي يو بقى فيه امبالانس، تمام. ففي الحالة العادية لو مفيش، لو الاثنين على نفس التاب، مفيش اي سيركيوليتنج، فمفيش امبالانس، يبقى هو التيار هنا هيبقى اي بي وهنا هيبقى اي بي. طيب في حالة ان التاب اتغيرت بقى فيه امبالانس اللي هي الاي يو، يعني البرايمري بتاع الكرنت ترانسفورمر ده بقى داخل له من هنا كام؟ اي بي زائد اي يو. هو في الاول كان داخل له اي بي بس، دلوقتي في سيركيوليتنج فبقى داخل له اي بي بلس اي يو. الفكره انه واحنا نازلين كده اهو هيبقى في فورسد ان اللي يخش للبرايمري اي بي، طب الاي يو هيروح فين؟ الاي يو هيروح لي على الرياكتور ده، الرياكتور ده بكل بساطه شوف انا عندي نزل من هنا اي بي واي يو، هدخل من هنا الاي يو، الاي يو هتدخل وترجع للريلي، والاي بي هي اللي هتنزل بس للبرايمري بتاع المحول. طب الاي يو دي اللي هي الامبالانس هترجع للريلي، الريلي هيعمل ايه؟ الريلي خد الاي السيركيوليتنج ده كسيجنال ان هو يعدل من الاستراتيجيه بتاعته، وهيعمل كومبنسيشن، يعمل كومبنسيشن، ياخد في اعتباره ان في سيركيوليتنج، ما بقاش الاوضاع زي الاول، يعني السيت بوينت مثلا مش هتبقى 100%، لا لازم يبقى في كومبنسيشن للموضوع، زي بالظبط الكومبنسيشن اللي ناتج عن اللاين دروب. يعني خدت الامبالانس دخلته للريلي، عرفت الريلي لا ده احنا دلوقتي في وضع امبالانس بين الاثنين، يبقى عدل بقى من السيت بوينت بحيث ان انا اعمل مينيمايزيشن للامبالانس، تمام. دي القصه.
دي القصة بتاعت الامبالانس وازاي الريلي بياخد الامبالانس ده بحيث ان هو يعدل من السيت بوينت ويعدل من الاستراتيجية بتاعته عشان يعمل للسيركيوليتنج كرنت ده مينيمايزيشن. فهنرجع تاني ده السيتيهات، ده السيتي احنا قلنا الايه السيتي ريكويرمنت اللي هنا ايه اهو السيتي اللي بيتحط في حاله الايه الرياكتيف باور كومبنسيشن. طيب الريلي هنا واخد طريقتين في حاله البارل، طريقتين الربط، يا اما هيربط عن طريق الوايرنج، لو عن طريق الوايرنج يعني اهي الوايرنج يعني ايه، يعني هو قايل ان ده دخل الجهد وده دخل التيار اللوك وده دخل التيار البارل. لو انا وصلت هنا خدت التيار اللي ماشي في الريلي التاني ووصلته هنا يبقى خلاص كده انا وصلت من الريلي عن طريق الوايرنج، عن طريق الوايرنج ده من طريق اللي هي الكوميونيكيشن اللي هي الفايبر. فدول الطريقتين، هما تحت الطريقتين دول موجودين في السيتنج الكومبنسيشن اهو الوايرنج اللي هو البارل ترانسفورمر داتا سورس، يا اما وايرنج يا اما كوميونيكيشن. نرجع تاني للمانيوال. ففي حاله الوايرنج بقى، لو انا موصل وايرنج، في حاله الوايرنج دي اللي احنا متكلمين عليه اهو، ده الفي فيز تمام، وهنا الاي ار هي تمام. ده الجهد الاولاني، ده التيار اسف، ده التيار اللي ماشي في المحول التاني بزاويه، الزاويه دي الفاي 2 دي كوركتد، زي ما اتكلمنا على حته الكوركشن، الكوركشن انجل اللي اتكلمنا عليها في اللاين دروب كومبوزيشن. طب هنا هنستخدمها برضه، الفاي 2 دي كوركتد انجل. كوركتد انجل يعني ايه؟ يعني هي الزاويه زي ما شرحنا قبل كده، هي الزاويه اللي انا هحقنها ناقص، او انا اسف، الزاويه اللي هي الريفرنس ناقص الزاويه اللي انا هحقنها، ناقص الزاويه اللي انا هحقنها. شوف اهي هي دي تمام. فانا عندي الكوركتيف هي الريفرنس ناقص الانجكتيف. نرجع تاني، يبقى انا عندي الطريقه الاولانيه اللي هي الوايرنج، الار الاي سيركيوليتنج هيساوي ايه؟ اي 1 في الار تي سي، الار تي سي ده اللي هو الريشيو بتاع الترانسفورمر، يعني الاي 1 في الار، الاي 1 دي لو هي البرايمري، لو اتضربت في الريشيو يعني هو عايز السكندري، يبقى دي الاي سكندري، يبقى دي الاي سكندري، يبقى الاي 1 سكندري في ساين. ازاي انا ليه بضرب في اي ساين؟ لان هي رياكتيف، انا عايز الرياكتيف كومبوننت من التيار مش ريزيستيف تمام. فالاي 1 في الساين ناقص الاي 2 في الساين، الاي 2 ده بتاع المحول الثاني قبل الاي سيركيوليتنج. طيب انا هستخدم الاي سيركيوليتنج ده بقى ازاي عشان نعدل من السيت بوينت؟ هو للاسف ايه مش جايبها، بس جايبها قدام، حطت القانون قدام اهي، القانون بتاعي هيكون ده. الاول احنا جبنا الاي سيركيوليتنج، بعد ما جبنا الاي سيركيوليتنج بقى السيت بوينت الجديد اللي هي الكومبنسيتد، كومبنسيتد فولتج بقت القديمه زائد كي ار، كي ار الكي ار ده هو حاطه سيتنج، هو حاطه سيتنج بسميه سيركيوليتنج كومبنسيشن ريشيو، سيركيوليتنج كارنت كومبنسيشن ريشيو تمام. فده الكي ار اللي هو البرسنتج في الاي سيركيوليتنج على 1/10 من الاي، ان الاي ان ده الريتد، الاي ان ده الاي نومينال او الاي ريتد. خلاص عدلنا الكومبنسيشن، خلاص نروح للديفيجن عادي جدا بقى، وباستخدام الكومبنسيشن الكومبنسيتد فولتج الجديد او السيت بوينت الجديد تمام. يبقى دي اول طريقه اللي هي طريقه الايه، طريقه الوايرنج. نرجع تاني لطريقة الوايرنج، وهنا الار اللي هي الار ار معرفهم هنا، هو الار سي تي 1 و2 اللي هو الميجرمنت ترانسفورميشن تمام. تاني طريقة بقى اللي هي الكوميونيكيشن، تاني طريقة الكوميونيكيشن ريأكتيف كومبنسيشن سيتنج تمام. تاني طريقة اللي هي الكوميونيكيشن اللي هي الطريقة دي، الطريقة دي السيركيوليتنج هنا بيجي بمعادلة تانية،
بيجي عن طريق المعادلة دي. نوضحها قدام أحسن. أهي reactive compensation through communication. أول حاجة هجيب circulating عن طريق المعادلة دي، تمام. ال QM 2 و 3 ده، ده 2 ده المحول الثاني، ده الثالث، ده الرابع. يعني هنا كل ما محول، يعني لو في محولين امبارل، لو 2 بس غير لو هما 3. فلو انا عندي حاله ان 2 بس هما اللي امبارل، يبقى ايه؟ هستخدم ال Q2. ال Q2 ده الرياكتيف، ده الرياكتيف باور، ده الرياكتيف باور بتاع المحول الثاني، تمام. ال R دي الريشيو بتاعت الفولتج. خلينا نرجع، يعني ال V1 في ال R، يعني كده هو برضو عايز ال ايه؟ عايز ال عايز ال secondary. طالما جاب ال primary وضربه في الريشيو، يبقى هو عايز ال secondary. طيب يبقى دي تاني ايه؟ تاني طريقه، اللي هي طريقه الكوميونيكيشن، يعني طريقه الوايرنج هستخدم فيها المعادله بتاعه الاي سيركيوليتنج. الاي 1 والاي 2 مضروبين في الساين، ساين ازاي عشان اجيب الرياكتيف كومبوننت. لو انا بقى عامل كوميونيكيشن بين الاثنين، بقى هستخدم، هجيب الرياكتيف، هستخدم الرياكتيف باور في حسابات السيركيوليتنج. وفي الطريقتين لما بحصل على السيركيوليتنج، يعني لما نجيب بقى السيركيوليتنج كارنت في الطريقه الثانيه، السيركيوليتنج جه نفس المعادله ثابته، هي دي نفس المعادله اللي فوق، اللي هي الكومبنسيتد في السيركيوليتنج ريشيو في الاي سيركيوليتنج لو عامل 10 عليها، تمام. هي الفكره ان الاي سيركيوليتنج في طريقه الوايرنج ليها معادله، وفي طريقه الاي وفي طريقه الكوميونيكيشن ليها معادله ثانيه، اللي هي المعادله دي، اللي هي المعادله دي. في بقى حاله هنا هو ضايفها، ان انا لو انا عامل كومبنسيشن اللي هي الكومبايند كومبنسيشن. الكومبايند كومبنسيشن يعني انا عامل كومبنسيشن لللاين دروب، وفي نفس الوقت كومبنسيشن نتيجه السيركيوليتنج. يعني انا عامل امبارلل وحاطط معايا اللاين دروب، فهنا ازود السيت بوينت الجديده بقى هتبقى ايه؟ الكي سي اي بليمت دي اللي هي الايه؟ اللاين دروب كومبنسيشن عن طريق الزد، الزد ميثود، تمام؟ والكي ار ده الكومبنسيشن نتيجه الاي سيركيوليتنج، تمام. فهو بيقول لو اتحط بقى اللاين دروب كومبنسيشن مع البارل ترانسفورمر، نستخدم المعادله دي عشان نجيب الايه؟ السيت بوينت الجديد. طيب لو رحنا بقى للسيتنج، تمام، في الكومبنسيشن نخلي ده نو، ونخلي السيركيوليتنج كارنت يس. هنحط الريشيو اللي هي الكي ار، هنحطها دلوقتي 1. وهنعمل عشان مش متاح لنا دلوقتي للاسف فايبر، فالطريقه بتاعت الكوميونيكيشن مش هنعملها دلوقتي، هنعمل بقى طريقه الوايرنج. طريقه الوايرنج الماكسيمم فولتج كومبنسيشن ليميت ده اخر حاجه، يعني اخر حاجه ممكن اوصل لها في الكومبنسيشن، يعني اخر حاجه 15% دي، يعني هوصل بالكومبنسيشن ده ل 115%، ده اقصى حاجه، مش هقدر اعمل كومبنسيشن لاكتر من كده. الماكسيمم فولتج كومبنسيشن ليميت يعني ايه؟ الليميت الاخير للبي سي بوينت تبقى كام؟ تبقى 115%، تبقى 115%. طيب اهم حاجه هنا ان انا بدخل التيار في النومينال فاليوز السي تي ريشيو بتاعت التيار بتاعت البارل، وفي الكونفجريشن هنا ندخل الايه؟ الزاويه، الكوركشن، الكوركشن انجل، عشان انا طالما هستخدم طريقه الوايرنج يبقى استخدم الايه؟ الكوركشن انجل. احنا هنا عن ايه؟ هنروح لأول طريقة الوايرد، تمام. عايزين بس ايه؟ نحط المعادلات دي قدام عينينا عشان لما نيجي نحسب بيها دلوقتي. هنا هو مدي مثال، يعني هو مدي مثال ليه؟ لطريقة الواير. هنعتبر انا دلوقتي لو عايز الزاوية الفاي كوركتد انجل لكل واحدة فيهم 90، يعني انا عايز اخلي الساين فاي دي بواحد، فانا اخلي الايه؟ الكوركتد انجل دي
ب 90 درجة، وفي نفس الوقت دي ب 90 درجة. خلاص انا هعتبر ان الاثنين نفس الريشيو، والاثنين نفس الكوريكت، نفس الريفرنس انجل اللي هي 210، يعني الاثنين مستخدمين اللاين فولتج في ار واي والاي واي كرنت. تمام، فهنخلي الاي سكندري الاي لوكال في الار في الريشيو دي الاي سكندري، فهنخلي الاي سكندري بتاع الاولاني بكام؟ بواحد، وبتاع التاني بنص. تمام، واحنا قلنا نخلي الساين 90 بواحد، يعني هنخلي ده واحد ناقص نص. ازاي بقى نعمل الكلام ده؟ اول حاجه هنروح نعمل الزاويه، لو انا عايز الزاويه 90 يبقى هحن كام؟ 210 زائد 90 يعني هحن 300. نروح كده بس معلقه، فدلوقتي هنحط ايه زي ما قلنا الاي لوكال بواحد، الزاويه 300 اللي هي تعمل لي الفاي كوريكت ب 90، فساين 90 تبقى بواحد. نفس الكلام الاي 2 بنص، والزاويه برضو هي لان الريفرنس انجل برضو ثابته اللي هي 210، فهتبقى برضو 300. ماشي، نخلي بالنا ان ده يكون ليد زي ما قلنا عشان الزاويه دي كده تبقى ايه انتي كلوك وايز. فنروح دلوقتي عايزين نحسب الايه من القوانين دي بقى، عايزين نحسب الفي كومبنسيتد او السيت بوينت نيو سيت بوينت فاليو. تمام، الاي سيركيوليتنج ساعتها هيساوي الاي لوكال بواحد في ساين 90 بقت بواحد، ناقص الاي بارلل بنص في ساين 90 اللي هي في واحد، يعني كده واحد ناقص نص يعني نص. ده كده الاي سيركيوليتنج، ده كده الاي سيركيوليتنج اللي هي من المعادله دي. بعد كده ندخل بقى في المعادله دي، الفي سيت بوينت القديمه او الكونستانت دي 100% زائد الكي ار، خلينا الاول نحطه بواحد اهو كومبنسيشن، خليه بواحد في المية، فهنخلي الكي ار بيساوي واحد في الاي سيركيوليتنج اللي هي نص على 1/10 في الاي نومينال اللي هو واحد، يعني على 1/10 نحسبها. نص على 1/10 يعني 5، يعني 100 زائد 5 يعني 105%، 105% يعني السيت بوينت الجديدة هتبقى كام؟ هتبقى 105%. أنا مش لازم أحن أصلا جهد، أنا عايز السيت بوينت بس، مش كده نحينه 110 تمام. نروح بسرعة نشوف السيت بوينت بقت كام، اهي 104.8 يعني تقريبا 105%، تقريبا 105%. طيب برضو لو عايزين نعمل لها ميجرمنت، الزوايا 300 وده 100% وده 50%، يبقى السيت بوينت اهي طلعت كام؟ 104%. طيب تعال نغير بقى في الكي ار ده نخليه 2% بدل 1%. نروح نحسب الاول هتبقى بكام؟ انا ما غيرتش في السيركيوليتنج حاجه، فالسيركيوليتنج كده كده بنص، يبقى نص على 1/10 ب 5 في 2 ب 10 يعني 100% زائد 10% يعني 110%، 110%. نروح نحقن الجهد مع التيارين، نحن نشوف السيت بوينت اهي تقريبا 109.6 اهي تقريبا 110%. يبقى انا كده خدت الكي مره بواحد وخدت الكي ار مره باتنين، ده السيت بوينت الايه؟ السيت بوينت الجديده.
لو عايزين نغير بقى دلوقتي في الزاوية نفسها اللي هي الفاي، نخلي مثلا اللوكال ب90، يعني سان 90 بواحد، ونخلي التانية بصفر، يعني السان زيرو بزيرو. فاحنا هنلغي الاي بارل ده، هنلغي هيبقى بزيرو، الاي بارل في الساين دي كلها تبقى بصفر. تمام، لو عايز الحقن الفاي كوركتد بزيرو، لو عايزها بزيرو يبقى احن كام؟ احن 210، ودي لو عايزها ب90 احن 300. تمام، وده زي ما هو واحد وده زي ما هو نص. فنروح ونحقن ده واحد 300 وده نص في الزاوية 210، وهنا 110 زي ما هي. نحقن ونروح نشوف السي بوينت كام. السي بوينت 110%. جت منين ال 110%؟ ممكن نروح نحسبها. ال 110% احنا قلنا ده يبقى بزيرو وده بواحد، فهي ده الاي سيركيوليتي جاي بقى بواحد على 1/10 × 10، وانا حاطط الكي ار حاطينها بواحد، الكي ار حاطينها بواحد، فبقت كام؟ بقت 10% زائد 100 بقت 110%، نفس الايه؟ نفس الرقم اللي ظاهر، نفس الرقم اللي ظاهر. طب لو هي نفس الكيس بقى، وقلنا مخلين الكي ار ب2، لو خلينا الكي ار ده ب2 معناها ان 2 × 10 ب20 بقى 120%. 120% دي اعلى من الماكسيمم، يعني احنا حاطين هنا الماكسيمم 115%، يعني اقصى حاجه تطلع، اقصى كومبنسيشن يطلع كان 115%. فلو جينا حققنا نفس الكيس وخلينا الكي ار دي 100% اشتغل، السيت بوينت المفروض تبقى بكام؟ سيت بوينت بقت ب 115%. 115% ليه ما جبتليش 120؟ لان اقصى حاجه 115، فهو ادالك هي الفريجه فصلت، بس هو ادالك اقصى حاجه. فده لو حقنت اكبر من قيمه الماكسيمم هيثبت عند الماكسيمم. الماكسيمم اللي عامله 115%، لو حقنت اي قيمه من المعادله طلعت لي ان هو المفروض يطلع الاكبر من 115 بيثبت عند الايه؟ عند ال 115. الفريجه عماله تفصل، ممكن عشان نحقن التيار التاني ده اللي هو بتاع البارل من فريجه تانيه، ممكن. بس ده كده الايه؟ الكومبنسيتد عن طريق الايه؟ عن طريق الوايرنج، عن طريق الوايرنج.